بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم ولقناتكم الكريمة. نحن اليوم هنا في عمان لتأكيد الثوابت المشتركة ما بين البلدين وتأكيد على عمق العلاقة ما بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والسعي إلى تعزيز هذه العلاقة عبر تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال القمة الثلاثية، وأيضا تفعيل العمل المشترك على مستوى الثنائي بين البلدين. هناك كثير من الملفات تحتاج إلى تواصل الجهود ودعم الجهود الحكومية، ونحن بدورنا كسلطة تشريعية في كلا البلدين سنسعى إلى دفع هذه الأمور ودفع المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الثلاثية ما بين البلدان الثلاث، العراق ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية، منها مشروع الربط الكهربائي ومنها مشاريع تتعلق بالقطاع الصناعي والقطاع النفطي. التعاون مع العراق والأردن يجب أن يكون مستمر في كافة المجالات، وأكد سيد رئيس مجلس النواب الأردني وأيضا أعضاء مجلس النواب عن دعم القيادة الأردنية لاستقرار وأمن ووحدة العراق وكل ما يمكن أن يعزز هذه العلاقة والتعاون ما بين البلدين. ونحن بدورنا كمجلس نواب سنعمل مع المجلس النواب الأردني لتفعيل التعاون على المستوى النيابي، على المستوى العربي كان أو كان على المستوى الآسيوي وحتى على المستوى الدولي. ندعو القوى التي أعلنت عن مقاطعة الانتخابات عن العدول عن هذا القرار والمساهمة الفاعلة في الانتخابات لدفع المواطنين إلى المشاركة بشكل أوسع في الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر القادم. لا سبيل أمامنا إلا الحفاظ على الديمقراطية والمضي بالعملية الانتخابية، ونسعى جميعا كسلطات سواء كان بالسلطة التشريعية وحتى السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية على ضبط الإيقاع الانتخابي وتفعيل الجهات المعنية بدعم المفوضية وتأمين الأجواء الانتخابية للوصول إلى نتائج ترضي الشارع العراقي. إعادة ثقة المواطن بالانتخابات مهمة وبالتالي بمخرجات الانتخابات، فندعوهم إلى العدول عن قرارهم ومراجعة هذا القرار، وبما يتعلق بموعد الانتخابات قائم في موعده في يوم 10 أكتوبر القادم.